من الدورة الاستثنائية الثانية بالنشيد الوطني للجمهورية. لذلك فكما تصدى جيشنا الباسل لهم في الميدان. تعديل العضوية المتعلقة بممثل وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الاستثمار. أيتها الزميلات أيها الزملاء، أدعو من يرغب بترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية التقدم بطلب الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام تبدأ من صباح يوم الاثنين الواقع في 19 من شهر نيسان. وحيث أن مركز خدمات المستثمرين هو وحدة تنظيمية ضمن الهيئة، يحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث.